ذكر أهل العلم أن التمذهب هو الانتساب لمدرسة فقهية ما، وهذا الانتساب يستلزم أمرين: انتسابا لهذه المدرسة في أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط، وانتسابا لهذه المدرسة في الفروع الفقهية التي سار عليها فقهاء هذه المدرسة. إذن فالتمذهب يشمل أمرين: أصول الاستدلال الفقهي، ويشمل الفروع الفقهية معا. وبناء على ذلك فإن من قصر التمذهب على الثاني دون الأول فإن فهمه للتمذهب قاصر وليس بكامل، بل لا بد من النظر في الأمرين معاً.